السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. لو انت جديد في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. موظفين النادي الاهلي او اللاعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي حاجزه مكان في القايمه ولا بتشارك ولا بتادي، ولما النادي الاهلي بيحتاج لها بيكونوا مصابين او لو جاهزين لو سلام وبينزلوا الملعب بيقدموش اي اضافه، ممكن لاعب ناشئ يقدم مردود في الملعب افضل منهم. فبنسبة كبيرة لجنة التخطيط في النادي الأهلي بدأت تحط بعض الضوء الأخضر على بعض اللاعبة اللي خرجوا من النادي الأهلي فترة الثلاث الصيفية الجاية، ويتم استبدالهم بلاعبين سوبر يكونوا كويسين في أماكنهم ويقدروا يدوا للنادي الأهلي دفعة في الفترة الجاية لمزيد من البطولات إن شاء الله. لجنة التخطيط في النادي الأهلي بدأت تتكلم مع شركة الكرة وتقول لها إن لازم خروج فوري لمحمود وحيد ورامي ربيعة في الفترة الجاية من النادي الأهلي، وهم دول أول الناس اللي هتخرج من النادي الأهلي على سبيل البيع. شايفين إن الثنائي خد فرصة أكتر من اللازم، وبالتالي جاء وقت الحكم عليهم إن هم ما بيقدموش أي مردود فني يذكر مع النادي الأهلي، حاجزين مكان في القائمة. كثرة الإصابات بتاعتهم كمان شيء مقلق وملفت للنظر في النادي الأهلي، فبالتالي هيكون الإطاحة بالثنائي أول الراحلين عن النادي الأهلي فترة الانتقالات الصيفية الجاية. كمان شايفين رحيل بدر بنون بنسبة كبيرة وبنسبة 100% رايح قطر، فهيبقى عندك عملية إحلال الفترة الجاية كبيرة. محمد مغربي في كلام إنه راجع، أحمد رمضان بكام راجع، محمد شكري راجع في مركز الظهير الأيسر من سموحة، وكمان النادي الأهلي تعاقد مع محمد حمدي من بيراميدز، فكل دي هتكون بدلة متوفرة لعلي معلول، فهيكون حاجة كويسة. كمان لسه هنشوف مزيد من الصفقات في نص الملعب، في صفقة مهاجم سوبر النادي الأهلي بيخطط للتعاقد معاها الفترة الجاية في مركز المهاجم. احتمال كبير نشوف خروج حسين الشحات وبرسيتاو وميكيسوني عن طريق البيع. ميكيسوني عنده عرض من سيمبا التنزاني، برسيتاو جاله عرض ب1.5 مليون دولار، ولكن النادي الاهلي قال لك لا 2 مليون دولار عشان يتباع، وحاليا وكيله اعماله بتحاول تسوقه علشان تبيعه ب2 مليون دولار. حسين الشحات المفروض لسه له سنه في العقد بتاعه، ولكن لسه لحد الان ما وصلوش اي عروض للبيع، فالنادي الاهلي بيحاول بلغ وكيل اعماله انه يبدا يسوقه ويشوف عرض ليه في الفتره الجايه علشان هيخرج بره النادي الاهلي في الفتره الجايه في الانتقالات الصيفيه. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. سلام.